يعني محمد رفاعي من بازار ويكان هاند ميد. ده اول شغل ليا، اول حاجه اعملها شغل مكرميه. اي انا بشتغل شغل الستاير. شغل الستاير ده هو الشغل التقليدي، هو اصلا الحاجات اللي دايما بتتعمل في المكرميه، شغل الستاير والحاجات دي بتتحط في الطرقه مثلا بين اوضه واوضه، في اوضه مثلا كده ككورنر بتدي شكل حلو، وممكن تتعلق، تتاخد من على جنب تتعلق تبقى نازله بمنظر لطيف. وفي منها اشكال تانية وممكن تتعمل بالوان مختلفه. والخيط ده خيط قطن مصري، مش يعني مش خيط، يعني خيط تقيل وخيط نظيف يعني، ومع الوقت ما بيبوظش والخيط بيفضل كويس وحلو جدا. ودي مرايات، المرايات اهي تتعمل بقى باشكال وباحجام مختلفه. ده اصغر حجم، وده الحجم الوسط، وده الحجم الكبير جدا. وفي طبعا حاجات اكبر من كده، واسعارهم بتبدا من 120 و180 و200 تمام. واسعار الستاير بقى بتبدا من 600 بقى، وعلى حسب بقى ما الستاره بتحتاج شغل وبتحتاج خيط وبتحتاج مجهود قد ايه. ودي طارات برضو، دي بتتحط كديكور وبيتعمل عليها شويه اكسسوارز. ممكن لو في تحت حد حب يحط مرايه تمام، تبقى مثلا كلام يتكتب اللهم بارك هذا البيت، حاجات زي كده تتعلق على باب كده. ودي شغل، دي اسمها يعني حاجة معلقة اسمها، دي بتعلق عليها أرفف خشب، أو ممكن تتعمل كديكور زي كده من غير ما يتحط أي حاجة. والرف الخشب متين، ممكن يتحط عليه حاجات يعني مش حاجات تقيلة، بس تبقى حاجات بسيطة صغيرة محطوطة عليه. ودي برضو شغل مكرمية بس داخل فيها ألوان، عشان في ناس بقى بتحب الألوان وبتليق مع الحاجة المودرن أكتر. الحاجات هي المكرمية بتبقى كلاسيك أغلب الوقت، بس دي بتليق مع الحاجات المودرن أكتر. وعندي كمان حاجات رمضان، الست الصغيرة دي، الفانوس والقمر والهلال والنجمة، والتلاتة مع بعض بمية، والهلال والنجمة الكبار. الشغل ده مش على خشب، لأن هو ما بيبقى على خشب ما بيبقاش لطيف قوي، فأنا شغالة على حديد رفيع، ده بيبقى 250. ومعانا عربية الفول برضو والمدفع، مدفع كمان. وفي بقى شغل الفوانيس، الفوانيس بتبقى منها احجام كتيره جدا. ده الحجم الكبير، وطبعا في احجام اكبر من كده واشكال اكتر. حبيت اضيف عليه رمضان كريم، وممكن يتحط فيه لمبه من جوه او سلك انوار زي كده. وفي الحجم الصغير عندنا من الفانوس برضو. وبرضو على الشنط الخوص شغل المكرميه. هي دي الشنطة دي عشان كبيرة شوية، ف 400 500 بتبقى في الحدود دي. في طبعا شنط أصغر ممكن توصل ل 300، وفي شنط ممكن توصل ل 250. بس الفوانيس بقى الكبير 300 والصغير 150، وفي الصغير ده ب 60. متاح منه الشكل ده اسمه شكل علاء الدين، وفي الشكل اللي هو النورمال العادي بتاع الفانوس. وفي برضو الحاجات اللي زي كده، دي برضو بتبقى برطمانات ازاز او بلاستيك، بتكون على حسب الطلب. بتحط كديكور حلو، كانها يعني زيها زي الفازه، بتحط فيها بقى ورد وحاجات زي كده، بتدي ديكور لطيف في البيت.